كواليس، يعني شفت ايه بعينيك؟ ايه اكتر حاجة لفتت نظرك خلال وجودك لو كنت بتتكلم مع المشاركين المنتخبات؟ عايزين نعرف الحاجات اللي هي ما اتشافتش على الكاميرا. خلينا نتكلم من بداية الحفل. مؤتمر صحفي لكل وسائل الإعلام المصرية والعالمية عن الإجراءات الاحترازية. ده حاجة أول مرة نشوفها. طبعا كل الناس متأثرة بكورونا، كل الناس خايفة من كورونا، كل الناس خايفة يحصل أي تطورات في الفترة الجاية تؤثر على البطولة، لكن مصر مستعدة بشكل كبير جدا. مؤتمر صحفي يوضح أنت إزاي هتركب الباص، إزاي هتتحرك، أماكن الإقامة إزاي هتم يعني رعايتها بشكل طبيا بشكل كويس جدا. تيجي تدخل على مدخل الحفل نفسه، لا انت مش في مصر، يعني حاجه امبارح مصر بتقول للعالم كله لا احنا مش اقل من اي دوله في العالم، احنا نعمل اي بطوله. نيجي نتكلم بقى على الحضور نفسه، يعني حاجه مشرفه، حاجه يعني رئيس مجلس الوزراء 17 وزير وكلهم مش على فكره هم كلهم اعضاء في اللجنه العليا المنظمه للبطوله. ده على مستوى عشان تدي نفس البطوله نفسها، لا المستوى الحكومي عالي جدا، في رعايه كبيره جدا من الحكومه المصريه، في اهتمام كبير جدا من الحكومه المصريه بالبطوله. نتكلم بقى على الفقرات ولا اروع من ذلك. بدايه الموسيقار العالمي عمر خيرت، الفقرات الاستعراضيه اللي تمت لا بتبهر، يعني بتقول لمصر نفس. انا عاوز اتكلم عن حاجه مهمه جدا، اختيار المكان نفسه. ده اختيار بيعبر عن الشخصيه المصريه. منطقه الاهرامات دي منطقه اثريه كبيره جدا، العالم كله بيتمنى يشوف الاثار المصريه، يشوف الاهرامات، يشوف منطقه ابو الهول، يشوف كل الاماكن دي. انت امبارح وفرت له كل ده، جاي الناس كلها مبهره، يعني الضيوف نفسها امبارح بتتكلم معاهم، بعد حتى الوفود العربيه على الاقل اللي احنا اتكلمنا معاهم امبارح، احنا جايين متخيلين ان مصر فاضيه ما فيهاش اي حاجه والناس كلها قلقانه والناس كلها مصر حاضره بقوه في بالظبط، يعني في الناس كلها مش متخيله انها هتيجي تشوف الابهار ده. قال لك احنا مش مصدقين ده بيحصل.